zu Urlaub. أشياء أجمل من هذه. We'll be right back.
قديمة، ولذلك قررت أن أصنع لكما غيرها. ليس الآن، اذهبا للنوم، صباح الغد سنبدأ العمل. صباح الخيرات والليلات، هيا نبدأ العمل. انظرا، قولا، هل تصميمي جميل؟ حسنا، إذن أهم شيء الآن اتباع التعليمات. هل تعرفان القراءة؟ إذن لنبدأ العمل. أولاً السلامة. أها أها، تمام التمام. رأيتما؟ المكتوب هنا مهم. توقفا، أين التعليمات؟ الملاحظات واضحة هنا، لقد فعلتما خلافها. لتشغيل العربة، وذاك للسير إلى أمام، أما هذا فهو لرفع هذا، وأما هذان فهما أول من يركب عربتنا. الآن الابتسام هو الأهم، ولا تنسيا التعليمات هنا. كأنهما لا يحسنان القراءة. لا أصدق، كيف لا يحسنان القراءة؟ من كان يخطر بباله أن الذئاب لا تقرأ؟ أمسككما وأعلمكما كيف تكون القراءة. لا تغضب منهما،
فالمسكينان لا يحسنان القراءة. استيقظ أنت وأنت، سنتعلم الأحرف اليوم، لذا انتبها جيدا. أي أم أر يو. ما نوع اللعبة التي تلعبانها؟ والآن ماذا عليك أن تفعل لكي تفوز؟ أعجبتني هذه الأحجار الجميلة، أحببتها، ولا سيما ذلك الحصان. حان الوقت لأقود حصاني. درجن درجن درجن. انطلق بسرعة يا حصاني. درجن درجن درجن. انطلق بسرعة يا حصاني. بسرعة يا حصاني. يبدو أنني نهست كثيراً. Oh!
ماذا؟ نلعب ثانية؟ درجن درجن درجن. حسناً، لا تلعبا بهذه اللعبة بعد الآن. يا جوب، سنذهب معك، رجلي على رجلي. نريد حقيبة، ولا نملك مثل هذه العصا أيضا، ولا حتى قبعة، ولا أي شيء. ومع ذلك سنلعب. فماذا سنلعب؟ ولا تلك. يا سلام، وها. Hey!
جماعة قف هلا هوب. ها؟ لا لا يا فكيك، النجدة أنجدني يا دب، أنقذني. أعلم أن هناك سرًا.
في العزف أن تعلم كيف تحيي الجمهور. لا أحب هذه السلالم. إنهم نائمون أو نعسانون، هل يجب علي أن أنام أيضاً؟ أنت تعلم أكون مهذبة عندما يقترب وقت النوم. هيا يا أطفال، حان الوقت كي ننام. ناموا قرب النوم لتروا أحلى الأحلام. يا دوب يا دوب، كدت أنام ولم أنظف أسناني. يا دوب، أريد أن أشرب بعض الماء. شكراً لك، مستعدة لكي أنام.
ما هذا؟ ما الذي يجري؟ الوسادة غير مريحة، إنها صغيرة ورقيقة وتبدو لي متكتلة. يا دوب، هناك شيء آخر مزعج. هذا الغطاء غير مريح للنوم. والآن الفرش غير مريح. لماذا؟ تريد أن أنام قبل مشاهدة الرسوم؟ طيب، أنت أدرى. أخبرني عنك، كيف تنام؟ أرجوك علمني، أريد أن أنام بعمق مثلك. هذا ما كنت أبحث عنه. علي أن أعد الخدا، لقد غابت عن بالي طريقة الدب. واحد وواحد آخر وآخر، وخروف يتبعها. يا دب، هل أرقمها لكي أستطيع عدها؟ حاولت عدها ولم أستطع. طيب يا دب، هل يمكن أن تكون ملونة؟ رائع. يا صغير، لم لا تنام؟ هل عديت كل الغنم؟ والذئب الذي هناك خطف غنم خلف الشباك. ثلاث اثنان واحد، والسعيد جنب السعيد. أرقامي ألف وباي، ما فلحت تهزم إباي. أرقامي ألف وباي، أرجو أن تخفو عيناي. أطفئ الضوء واصمت، وللموسيقى أنصت. إن رقصت مع الخراف من الذئب ستفلت. اقفز على العشب، لكن لا توقظ الدب. أرقامي ألف وباي، ما فلحت تهزم إباي. أرقامي ألف وباي، أرجو أن تخفو عيناي. لو هرب منك النعاس وصار النوم كالوسواس، لا تتقلب في السرير فتجعل نومك عسير. غطي نفسك باللحاف وارقص رقصة الخراف. أرقامي ألف وباي، ما فلحت تهزم إباي. أرقامي ألف وباي، أرجو أن تخفو، أرجو أن تخفو، أرجو أن تخفو عيناي. يا دوب، هذه الأرقام لا يمكن جمعها. Thank you.
حقها. ها يا سلام، تمام التمام. ماشي مستعدة لمساعدتك. Thank you.
إصلاح المنزل. منزل ثانية. كيف كان يبدو وهو صغير؟ أوه، انظروا إلى هذا الدبدوب القمر. هل كان يعزف وهو صغير؟ هذا مذهل. وأنت كنت تعزف؟ هل كنتم فرقة جماعية؟ هل سألته سؤالاً أزعجه؟ لم تقدموا عرضكم؟ مستمعين معا، ما رأيكم أن تعزفوا أسفا معا؟ رائع، وسأكون أنا المشرفة عليكم. المشرفة عليكم تريد معزوفة الرباعية. سنغير الأسلوب الآن وسنعزف عزفا تمام التمام. وهذا ليس جيداً.
النصف أفضل. اتبعوا كل تعليمات ماشا. حقا تبدو أشكالا غريبة، هذه الإشارات السوداء، لكن أسرارها عجيبة، تكمن في التوافق في الأداء. فإن لم نستمع إلى الآخر، هذا يؤدي بنا إلى الفضاء. في الخلاف كل منا خاسر، وبالحب كل منا يرضى. لنغني هذه العلامات، ريد دو لا دو سي. إن توافقنا كتلك العلامات، نعزف أحلى النغمات. لنغني تلك العلامات، ريد دو لا دو سي. إن توافقنا كتلك العلامات، نعزف أحلى النغمات. تمطر بغزارة. مع ذلك أتيت إليك. ما الكتاب الذي تقرأه؟ هذا. ألعاب خفة؟ إذن هي سهلة ولم تكن صعبة. جيد، سأبدأ بعصا تغيير الهجوم. يا دب، هل أريك عرضا مذهلا؟ جيد، هيا أيتها العصا العجيبة. هيا أيتها العصا العجيبة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، إنها تمام التمام. تمام التمام، عاد أنفي كما كان. هذه القفازات العجيبة. إيه. Thank you.
بسيطة. ها؟ أرنب. الدب خدعني وهرب بعيدا. ماشي. يا دوب
من علي الآن أن أرسم؟ أرسمكما فقط رسمة جميلة كهذه اللوحة. وأنت أيضا، هيا هيا قف هنا. تجمعوا تجمعوا. يحب الأطفال الرسم والتلوين، إنه جمال الشكل والتكوين. نرسم الأحلام في خط ولون، على ورق أبيض نختصر الكون. انظروا من حولكم فيأتيكم الإلهام، ابحثوا عن الجمال وارسموه بانسجام. فاللوحة العظيمة متعة للناظرين، تبعث الدفء في القلب، تضفي نورا في هذه العينين. ألوان الأشجار من كل الأطياف، أحمر برتقالي أو أزرق جاف. استعمل خيالك فأنت موهوب، لون كل العالم يا فنان المحبوب. انظروا من حولكم فيأتيكم الإلهام، ابحثوا عن الجمال وارسموه بانسجام. فاللوحة العظيمة متعة للناظرين، تبعث الدفء في القلب، تضفي نورا في هذه العينين. إبداعنا يا جمال. يا دب، رسمت لك لوحة ملونة. نسينا أن نلونك أنت أيضا. تعال 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 تعال. عجبا عجبا، وأين ذهبت الرسوم المتحركة؟ فلنبدأ التحقيق الآن. 1 2 3 4 رسوم متحركة. سأضغط على الميكروفون، سأقول ما شاء الدب. الأمر بسيط جدا، والآن حاول